هناك عقبات كتعيق معالجة هذا الملف، خصوصا بعدما تقدمنا بورقة تأطيرية في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية. إذن تماشيا مع هذا المستجدات هذا قمنا بهذه الخطوة ديال الإضراب من أجل إبراز نقطتين أساسيتين. أولا نحن نقول بطريقة غير مباشرة بأن هذا الملف هو ملف يعتبر جزءا من الذات، وبالتالي لن نتخلى عنه أبدا. وملف الساعة أيضا. وملف الساعة. المسألة الثانية هو أننا نعتبر قوة اقتراحية في مساعدة الحكومة في إيجاد مخرج لهذا الملف. ليس فقط نحن إقصائيين أو بأننا لا نريد أي حل سوى حل معينا. النقطة اللي هي أساسية وهي مسألة ديال كيفية استثمار ومعالجة هذا الملف هذا من أجل أن نجد حلا توافقيا. احنا كنشوفو في إطار نقطتين. النقطة الأولى هو أن لدينا كفاءات علمية وأدبية وتاريخية وفلسفية ترى بأن من خلال تجربتها على مستوى قطاع معين أن استمراريتها في ذلك القطاع ورد الاعتبار إليه من خلال شهادته له أولوية. بمعنى أن هناك واحد الفئة اللي كتشوف بأن تعديل المادة سوف ينصفها من خلال إعطائها بعض الامتيازات على مستوى الإدارة اللي كيشتغل فيها، رد الاعتبار له كدكتور، استثمار أفاقه المستقبلية. وهناك فئة كذلك ترى بأن معالجة ملفها يجب أن يكون من خلال إلحاقها بالجامعات والمعاهد العليا. إذن هناك نقطتين، هذه النقطة نراها بأن نقطة تشاركية في معالجة الملف، سواء على مستوى الحكومة، سواء على مستوى البرلمان، سواء على مستوى نحن كطرف أساسي في معالجة هذا الملف. وبالتالي فنحن نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في إيجاد أي حل غير منصف وعادل لشهادة الدكتورة أولا، ثم لجميع تمثيليات الإخوة والأخوات الذين يناضلون ليل نهار من أجل إنصافهم ورد الاعتبار لكرامتهم. خاص تكون تشاركية وشراك دكاترة في هذا المجال. نشوفوا السي جمال هاشمي، الإضراب هذا كانت الأصداء ديالو، نسبة المشاركة. والحمد لله الإضراب اليوم كان زعما خلاصة ديال تحصيل حاصل لمجموعة من الوقفات التي قمنا قبل من تنظيمها. هو إضراب وطني. إضراب وطني دام لمدة يومين، يوم 16/2 كإضراب وطني، ويوم 17 نوضح الصورة المناطق الأماكن اللي تعمل فيها مع وقفة احتجاجين نظمت اليوم أمام وزارة المالية اللي تنديد بهذا الوضع هذا اللي كيعيشوه الدكاتره، وسميناه هو يوم غضب الدكتور. يوم غضب الدكتور لان الدكتور يعبر عن غضبه من خلال هذا اليوم للسياسه التي تنهجها الحكومه في حقه، رغم انه ثروه بشريه مهمه. من هنا يعني كنشكركم على الاستضافه، وكنبغي نبلغ واحد الرساله. كان اليوم كل إخوة الدكاترة في الوقفة التي كانت وقفة ناجحة بامتياز بلغت نسبة المشاركة تقريبا ما يعادل 75% ديال الإضراب. الدكاترة يعبرون عن سيائهم من السياسة الحكومية ويتوجهون إلى السيد رئيس الحكومة ويسائلونه عن العدالة الاجتماعية التي ينشدها إياهم عندما قال بأن المغاربة مستعدون أن يعيشوا الجوع فقط تحقيق شرط العدالة. سنقول سيدي مرحبا، احنا مستعدين نعيشوا الجوع، ولكن اين هي هذه العدالة؟ عندما تمررون نظام اساسي خاص بموظفي البرلمان ونظام اساسي خاص بموظفي مجلس المستشارين، وتعرقلون نظام اساسي خاص بهيئة تعتبر من خيرة وطور. اذا هناك تناقض ربما. نعم هناك تناقض، لا نعلم في حواه او السر ديالو كما سبق وأشرنا إلى ذلك، ولكن نتوسم خيرا في هؤلاء، نتوسم خيرا في السيد رئيس الحكومة وفي الإخوة ديال إذا ما غاديش تفقدوا الأمل. نعم نحن على الدرب، سواء كان حل عادل كما أشار إلى ذلك الأخ ديالنا السي هشام، نرجو حلا عادلا لا نرجو حلولا، وحل أفقي يشمل جميع دكاترة الوظيفة العمومية. إذا نشوفوا الدكتور المسكيني الرسالة ديالكم. الرسالة ديالنا احنا هي رسالة واضحة، وهي إعادة الاعتبار شهادة الدكتوراه.
لان الوضع الحالي ما كيعطيهاش واحد الاعتبار. علاش؟ باش نضحكم هذا الامر هذا. فملي كنرجعوا القانون ديال التصوديف في المغرب وفي المذكرات الوزاريه اللي كتخرج شنو كنلاحظوا؟ الوغ كنلاحظوا على ان الدكتوراه كتحط في نفس الوضع ديال شهاده الماستر. وهذا شيء اللي هو يعني في واحد التناقض اللي هو كبير. كيف يعقل ان توضع شهاده الماستر اللي باك بليس 5 مع شهاده الدكتوراه في يعني في اقل ما يمكن؟ ما كاينش شكافه، ما كاينش شكافه، وكتوصل حتى الباك بليس 2 وباك بليس 11. يعني هذه اشكاليه، هذه اشكاليه كيعرفها يعني القانون منظم الوظيفه العموميه في المغرب. خلل هذا، هذا خلل خصو يتعالج. اذا فملي كنهضروا على الرسائل فالرسائل هي واضحه. اولا يجب اعاده الاعتبار شهاده الدكتوراه. وملي كنقولوا اعاده الاعتبار شهاده الدكتوراه ما كنقصدوش غير واحد الجانب واحد، كنقصدوا جانبين اساسيين. اولا الجانب المعنوي والجانب المادي. اولا الجانب المعنوي اللي كنهضروا عليه، فيجب على الدوله ان تضع الدكاتره في الاماكن ديالهم الحقيقيه، باش لان هاد شهاده الدكتوراه راه كلفات الدوله واحد الاموال. انا باش يحصل واحد 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 الشخص باش ياخذ الدكتوراه راه كاينه واحد الاموال طائله اللي خسرتها الدوله على هاد التعطير والتكوين ديال، وبالتالي يعني كيتم هضر هذه الاموال وكان شيئا لم يكن، كان شيئا لم يكن، وكان ذاك الدكتور كان الهدف انه باش ياخذ ذاك الشهاده ويضعها في الرفوف ديال المنازل او لا يمشي بها لبرا ولا يمشي يلتجئ للخارج. هادشي اللي وقع، لانه وقع في واحد السنوات هجرة الأدمغة. وقعت هجرة الأدمغة من بعد الإدارات العمومية اللي لقى واحد يعني أوساط اللي هي مثلا يمكن يستمروا فيها هذاك الإمكانيات ديالهم المعرفية والإمكانيات ديالهم العلمية. وهذا الشيء كيؤدي في آخر المطاف كيؤدي بالمغرب لواحد الإفلاس علمي. لأن غدا إلى جينا إن شاء الله بإذن الله لاحظنا يعني المغرب مستقبلا في مجال البحث العلمي شنو غادي نلقاو؟ شي راه كارثه بانت من دابا وراه شاده في الطريق ديالها. يعني غادي كتعمق، غادي نبداو نستوردوا جميع الدراسات، نجيبوا الناس من برا يديروا لنا الدراسات، نجيبوا الناس من برا او العالم دول شقيقه بحال تونس ربما وبحال دول ممكن يعني قريبه لينا تبقى ديالنا حنا الحلول، في حين ان الاطر ديالنا اللي قادين باش يديروا هذه الحلول حنا مجمدينهم. اذا هذه اشكاليه. اذا هذا امر استعجالي، وحنا هذه رساله كنقولوها للمسؤولين باش يعني يحلوا هذه الاشكاليه في اسرع وقت. اذا الكره في يد حكومه بن كيران. رساله اخيره بالنسبه الينا كمكتب وطني للكتله الوطنيه للدكاتره، رسالتنا هي عبارة عن استراتيجية عمل. نحن نقول بأن معالجة هذا الملف له الأولوية في أي برنامج، في أي برنامج يمكن أن تتبناه أو يتبناه أي فريق حكومي. لماذا؟ لأن نرى بأن استراتيجية الدولة أساسا في بلورة مجموعة من نقط الإصلاح نقول لها أي إصلاح لا يمكن أن يكون إلا بالرجوع إلى الموارد البشرية وإعطاء الفرصة لهذه الموارد البشرية من أجل أن تقول كلمتها تأهيلا وتأطيرا وتكوينا لا يكون إلا من خلال رد الاعتبار إلى كرامتها أساسا. نحن لا ننظر إلى الأمور كمعالجة مادية فقط، نحن نرى بأن المعالجة هي معالجة مستقبلية، وبالتالي حتى الذين يناورون في معالجة هذا الملف نقول لهم مهما فعلتم نحن باقون باقون، ما بقي الزعتر والزيتون، وأن الكلمة في النهاية ستكون للدكتور. تحية لك. ما كتشوفش عن القضية ربما دخل فيها شوية السياسة ونحن مقبلون على الانتخابات الجماهيرية، هناك تدخلات سياسية؟ نعم بطبيعة الحال. كرونولوجيا في إبراز فحوى هذا الملف نرجع شيئا ما إلى التاريخ. من قبيل 18 فبراير 2011 كان أول بيان يصدر باسم العصبة الوطنية للدكاترة تحت لواء
أن الاتحاد الوطني للشغل يعني اليون تي ام يعني الدراع النقابي للحزب الحاكم أو للحزب الذي يسير الحكومة الآن، حتى لا ندخل في أبعاد أخرى في كلامنا، بأن من شعاراتهم التي بلورت أسس هذا الملف بأن الدكتور مكانه في الجامعة المغربية من المفروض، وأنا من هذا المنبر أقول لهم كلامكم يجب أن يكون ليس كلاما وفقط، بل يجب أن يكون صيرورة تفاعلية من خلال إنصاف هذا الدكتور. الآن المشهد السياسي ديال بلادنا كيعرف مجموعة من التقلبات وعتبرز على مستوى الانتخابات أكيد. نحن نقول بأننا نحن لسنا ذاتيين أو لا تفاعليين، بالعكس نحن طرف في هذه المعادلة، نحن أبناء المشهد السياسي، نحن نبرز من خلال خطاب سياسي، نحن نتنفس هذا الخطاب السياسي، ونقول بأن الدكتور ليس فقط يتعلم أشياء يمكن أن يعلمها للأجيال، ولكن يمكن أن يستصيغ الحلول، والحلول التي تعتبر بمثابة قاطرة تنمية هذا البلاد. ولهذا نلتمس خيرا، عموما نلتمس خيرا، ونتمنى أن يكون من خلال هذه الحكومة، لأن نعلم بأن هذه الحكومة هذه جات من أجل الإنصاف، جات من أجل التغيير، جات من أجل الإصلاح، جات من أجل العدالة. نحن نقول نحن جزء من كل هذه الشعارات، ونتمنى الخير للجميع. إذن سي جمال المنسق الجهوي للكتلة، رسالة باش نختموا البرنامج. الرسالة ديالنا هي إضافة إلى ما جاء به الأخ سيهشان، دائما هو عندما تحدث عن الحلول المقترحة من طرف الحكومة وكلا يفوتنا فيها في الفرصة باش أننا نأكدوا بأن دائما كانت حسب الكرونولوجيا ديال هذا الملف هذا تم اقتراح مباريات، هنا الإشارة باش نهضروا على هذه المباريات ما خصفوتناش الفرصة، هو أن هذه المباريات التي كانت تفتح في وجه عمومي الموظفين بمباريات تغيير أو لاحظنا خلال هذه السنوات هو أن هذه المباريات كان يشوبها ما يشوبها من